السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد عبلة. النهاردة إن شاء الله هنبتدي بشكل عملي في الورش. الورش دي حاجة ممتعة جدا، لو جربتها وبدأت تجرب حاجات بإيدك أنت هتستمتع بشكل كبير، وتاني حاجة هتعلم مهارات بشكل خطير. أنت هتقدر تعمل حاجات كتيرة جدا من بداية بسيطة. والفكرة البسيطة اللي أنا اتكلمت عليها يمكن وهرجعكم شوية وزي الفيديو اللي فات هكلمكم عنها، اللي احنا هنعمل فكرة بسيطة جدا، هو كأنه جهاز بسيط بيقلب السكر او النسكافيه او الشاي، حاجة تقلب الشاي، فكرة بسيطة جدا. لكن نفس الفكرة دي نقدر نستخدم الميكانيزم بتاعها في اكتر من حاجة. انا هقول بعض النقط من عندي، وانا منتظر منك انت تقول لي افكارك، مش هحاول احرق كل الافكار، انا هقول لكم افكار من عندي وانت تفكر فيها. طبعا اول حاجة احنا نقدر نعمل بنفس الفكرة دي زي الشنيور او المثقاب، اللي هو بننزله كده يخرم مثلا، نخرم حديد، نخرم خشب. الفكرة اللي هو السيستم اللي احنا هنعمله ده، النماذج الصغيرة دي لو كبرناها نقدر نعمله بالخشب او حتى بالمعدن، انت نفس القطعيات، هم 5 قطع في الغالب يعني، كويس. فنفس اللي احنا بنعمله ده لو عملناه معدن نقدر نعمل شنيور، لان هو الجزء ده بينزل افقي، يقدر اللي احنا نعمل شنيور نخرم بيه حاجات. كمان ممكن نقدر نركب عليه صاروخ زي ده طبعا، بس ده لازم يكون معدن، لازم يكون الشاسيه اللي احنا بنعمله مش خشب زي اللي انا بعمله، لا لازم يكون معدن. ده يقدر برضو يخليك تعمل حاجة تنزل كده تروح جاية قصة، لو انت بتقص خشب او بتقص حديد او بلاستيك، كويس تقدر تركب عليه شنيور. كمان تقدر تستخدمه في الطباعة، اللي انت تركب فيه حاجة زي الختامة تقدر تختم بيها بسرعة. كمان ممكن تستخدمه زي المكبس، زي اللي بيعملوا مثلا الرسومات على الجلد والكلام ده، برضو هي نفس الميكانيزم دي، هتلاقيها تنفع معاك في كل الافكار دي، رغم ان هي فكرة بسيطة وحجمها وشغلها بسيط جدا. يلا خلينا نبتدي. وطبعا قبل ما ابتدي هقول لك الفكرة اللي انا بعملها دي زي ما بشتغل هنا مع الشباب وبدرب، دي انا اللي عملتها كبداية، لازم انت تطور عليها. انا لما اجي بقدر الشباب بوديهم تقييم، قلت له لو انت عملت زي اللي انا عملتها انا مش هديك تقييم، لان انت كده بتقلدني، لكن انا طالب منك ان تعمل تطوير وتعدل بالفكرة. وخلينا نبتدي باول حاجة الخامات. اول حاجة الخامات، احنا محتاجين خامات من الخشب، كويس، وده عندي مش مهم انت تعمل زيه، لقيت عندك زيه اوكي، ما لقيتش مش مشكلة. احنا طبعا بقولك الاستخدام اللي انا بعمله ده خشب سنتي في سنتي، ده معمول مخصوص من خشب من نوع قوي مش بيتكسر، كويس. انا اخترته عشان يبقى سهل معايا وخفيف كمان، عشان بستخدمه مع طبعا مع فيه صغيرين وكبار، بستخدمه مع جميع الاعمار، فخشب متنظف كويس ما يعورش حد. تاني حاجة قوي، لو عملت بيه اي نموذج ما يتكسرش، وده مهم. عندنا حاجة تانية اللي هي المسامير. المسامير دي 2 سنتي، تخان 2 سنتي في 3 سنتي حجم، طول قصدي، طول 2 سنتي، طبعا معها صامولة ووردتين او وشرتين، تمام. عندنا موتور عادي اللي هو احنا بنطلعه من عربية قديمة او من اي حاجة قديمة. عندنا مفتاح زي ده، انا مش هركبه عشان مش عارف هتعرفوا تلاقوا منه ولا لا، يمكن مش مشهور شوية، لكن هتكلم عنه برضو. وعندنا بطارية اللي هي زي دي، كويس. الادوات بنستخدم مفك زي ده، تمام، اي شنيور عادي، او لو عندك واحد زي ده او تشتري واحد زي ده رخيص، ده تقريبا 500 600، كويس، وبيجي معاه ممكن بنط، فيها بنط تركب بنط فتخرم بيه. اعتقد واحد زي ده، جهاز زي ده ينفع معاك ان هو يربط معاك بالكهرباء وينفع معاك في التخريم، اعتقد ده مناسب جدا لو تقدر تشتريه. ومعانا طبعا مسطره، وعندنا كمان منشار، ادوات بسيطه جدا بس كده، مش محتاجين اي حاجه تانية. هنبدا على طول على العمل على الفكره. عندنا قاعده دي، كويس، دي طولها 20 × 5 سنتي، الارتفاع طبعا مش مشكلة. عندنا هنا فيها خرمين، كويس، انا مركب فيهم المسامير دي على بعد 2 سنتي، هتعمل خط وتاخد ما بين كل واحدة هنا من اليمين للشمال 1.5 سنتي، 1.5 سنتي، حلو كده. فاحنا كده ايه، دخلنا في القاعدة. عندنا انا رقمت القاعدة رقم 1، عندنا في العمودين اللي هيمسكوا على القاعدة قمتهم برقم 2، وهم 2 طولهم عمودين طولهم 20 سنتي، كويس، متخرمين على بعد سنتي من فوق، كويس،
3 سنتي، يعني نقطة بعد السنتي نقطة، وبعديها نقطة تانية بعد منهم ايه 3 سنتي. فخلينا نرتب على طول برضو علشان ما نضيعش وقت. كويس، ركبنا اول قاعدة، اول عمود قصدي القاعدة. كويس كده احنا ركبنا 1 و2، عندنا رقم 3. رقم 3 هو عبارة عن عمود 25 سنتي، بعد اول سنتي خرم، وبعد كده 6 سنتي خرم، وبعد 16 سنتي خرم، وطوله 25 سنتي. تمام. هنركب على طول برضو عشان انا ايه مش عايز نضيع وقت. عند 6 سنتي هنبدا نركب مسمار. علشان يبقى في مرونه في الحركه هنا، مهم تحط الورده اللي هي الوشره اللي هي الحديد. كويس، اللي هي دي اعتقد يعني ان شاء الله تكون باينه. كويس، مهم تحط واحده يمين وواحده شمال، لكن انا خايف الوقت مش هيسعفني، لان انا الفيديو ده عدته كذا مره بصراحه علشان موضوع الوقت بصراحه بيطول معايا جدا، انا مش عارف اعمل ايه. كويس كده احنا ركبنا دي. كويس، عندنا رقم 4. رقم 4 ده عمود طوله 12 سنتي، بعد سنتي هتعمل خرم، بعد سنتي ونص من الناحيه الثانيه هتعمل خرم. دي رقم كام؟ رقم 4. هركبها تحت العمود، يعني خلاص ركبنا كده 1 2، دي 3 4، هركبها تحت دي في الخرمين اللي قصاد بعض برضه. كويس، تمام. هيتفضل عندنا هنا رقم 5. رقم 5 ده طبعا انا ركبت لزقت عليه الموتور بمسدس الشمع، مش حاجه صعبه. كويس، وهنثبت بقى ايه في هو طبعا رقم 5 طوله 9 سنتي. كويس، بعد سنتي خرم، وبعديه ب3 خرم تاني. كويس، فاحنا هنبدا ايه نركبه هنا. نعم، ونركب مسمار ثاني. بس انا مش هركب الصواميل، خايف الوقت ما يكفيش. تمام كده بقى عندنا الفكره اهي. افتكر بقى اول كلام انا قلته اللي احنا ممكن نركب هنا سنيور زي ده كده، ولما ننزل كده هينزل معانا. تخيل الفكره، بص انا كده ماسكه كده على البتاع، بص هو بينزل عدل في نفس ايه النقطه. فاذا انا اقدر اعمل حتى والله ممكن اعمل واحد كبير وركب فيه واحد زي ده بسيط، مش مكلف، حاجه رخيصه. ليه بقى؟ عشان انت لو حبيت تشتري الجهاز ده هتلاقيه تقريبا بحوالي 3500. يعني لو عايز تشتري جهاز شنيور بيخرم اوتوماتيك، بيخرم قصدي كده بالطريقه دي، هتلاقيه غالي جدا. حاجه بسيطه اهي، كويس، تنفع لكذا حاجة أو لكذا فكرة. خلينا نعمل بقى تجربة وأوريكم هو بيقلب المية إزاي. يعني مية سكر أي حاجة. والله هي حاجة مسلية، يعني أنت أنا طبعا كنت بعملها هنا اطفال كبار، والله ناس تكون مستمتعه جدا فرحانه جدا. يعني التجربه بنفسها انت بتتفرج عليها كده هتلاقيها حاجه مسليه، ممكن تعملها وتديها لابنك، ممكن تعملها انت وابنك، ما فيش مشكله. المهم
اللي احنا في النهايه بنوصل لحاجه على الاقل لعبه ولها فايده واحنا اتعلمنا. وتاني حاجه زي ما بقول لك ممكن تعمل بيها حاجات كبيره ان شاء الله. ده السيستم اللي هشتغل بيه اللي انا هقول لك حاجه هي صغيره لكن جوه مدلولها معلومات وحاجات مهمه. طبعا انا قلت شويه معلومات انت ممكن تضيف معلومات. الفيديو ده اول تجربه الورشه دي ان شاء الله، دي اول ورشه انا عملتها كفيديو يعني. ممكن اكيد يعني يهمني رايك يعني، انت برضو شفت عجبك حاجه معينه قول لي نزودها، في حاجه مش عاجباك نزودها. لان انا كنت الفيديو ده اصلا طلع فيديوهين قللته، بعد كده لقيته طول شويه يعني الفيديو اكتر من 20 دقيقه برضو قللته تاني. فيعني في النهايه اعتقد كده وصلت لك الرساله بشكل مختصر. الادوات مش مشكله، مشي نفسك باي حال من الاحوال. انا برضو عشان اوصل لك الرساله من موضوع الادوات ده كانت ادواتي زمان، ده سويس نايف اعتقد معظمكم عارفينه يعني، ده كان المنشار بتاعي وده السكينه اللي انا بستخدمها. انا نحت بيها دي وانا ما عنديش معلومات عن النحت والله، ده بجد دي عملتها مثلا وانا عندي 19 سنه ولا حاجه، قطعه خشب ملهاش اي لازمه استخدمت فيها ده. وصراحه استخدمت كمان فيها المبرد عشان اساوي اكتر الفكره. بس فكره زي دي انا عملتها وانا صغير، انا مبسوط ان انا عملتها، اتعلمت منها، افادتني، اكيد افادتني. مفيش حاجه احنا بنعملها بنتعلمها الا بتكون مفيده بالنسبه لنا. ان شاء الله كده انا وصلت لكم رساله اتمنى تكون مفيده بالنسبه لكم. لو عجبك الموضوع طبعا اعمل لايك وشير، وحاول نخلي ناس اكتر تستفيد. وطبعا يهمني رايكم واقتراحاتكم للافكار الجايه. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.